هي هكذا الأفكار تبدو كالخيال، لكنها بالعلم لا ليست محال. تثري العقول تزيد للحل احتمال، فالكون في طياته سر الإجابة للسؤال. ما إن تعذرت الحلول إلا وزادتنا فضول، ما كفنا الضلع عقل عن إحسانه ولا يزال. ماذا لماذا كيف هل بسؤالنا حتما تحل، مستقبل نمضي له بالعلم يثريه الخيال. الأمان والغذاء والدواء هو الأساس للحياة والبناء. العلم فكرة بعقل مبتكر يبدي لنا دليلها بمختبر. يا من تظن أن العلم للترف، لا، ركب العلوم يمضي لا ولا يقف. يا في كل منحل الحياة برمجات، تقنيات، روبوتات، كل شيء اختلف. ما إن تعذرت الحلول إلا وزادتنا فضول، ما كفنا الضلع عقل عن إحسان.